الحيث الشيوخات، أنا المدير التنفيذي لشركة الرعاية المثالي للرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية. طبعاً الرعاية المثالي هي شركة عالمية متواجدة في كل من دول الخليج وكندا، وقريباً إن شاء الله راح نكون في سيدني وفي تورونتو في كندا. احنا احد الرعاة هذه السنة في عرب هيلث في دبي. عرب هيلث هذه السنة كان معرض مميز للغاية من ناحية من كل النواحي، يعني من ناحية الزوار، من ناحية الناس اللي جاية وحاضرة من السعودية. طبعا انا يهمني اكثر السوق السعودي. احنا دائما يعني كشركة نحاول نجيب اجود ما موجود من التكنولوجيا في العالم ونحطها بين ايدي الممارسين في المملكة العربية السعودية. يعني الانوفيتيف، يعني باللغة العربية نسميها المنتجات المميزة اللي تخدم في النهاية المريض. يعني احنا في النهاية يهمنا ان نوصل احسن تكنولوجيا، احسن تقنيه الى السوق السعودي. شكرا جزيلا.